جامعة ومدارس عليا ومعاهد بحث المشاكل العلاجية. طبعا الطلبة في النوادي العلمية لهم دور أيضا ودور كبير يعني في هذا. طبعا وحفظ جميع النوادي العلمية من الخراط في كل التظاهرات العلمية والثقافية من أجل الدفع بحركة يعني حركة البحث والأبحاث المادية والتحسيسية طلبة من أجل تحقيق العمل الميداني في الجزائر والوطن العربي بشكل عام. كما تعلمون أنه البلد اللي ما فيش أمن غذائي ما فيش أمن سياسي، وبالتالي فهو بلد هش يعني من الناحية الأمنية. إذا يعني كما تعلمون فيه حديث في هذا السياق ويل لأمة تأكل مما لا تنسي وتلبس مما لا تنزل. طبعا إذا كان بإمكاننا تحقيق الأمن الغذائي فنحن نملك زمام قوة، ما نسمح حتى الواحد يدخل فينا ولا في سياستنا، فبذلك نحن وطن قوي.